جديد وحلقة جديدة من لعبة روبلوكس. واليوم يا جماعة راح نلعب ماب البرجر. هذا الماب بكل بساطة اني راح اشتغل في محل برجر وراح اسوي برجر بكل بساطة. لا تنسوا لايكاتكم ودعمكم، واي شخص مشترك معنا اشترك معنا في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبتدي مع بعض. طبعا هذا المطعم اللي احنا حاليا قاعدين نشتغل فيه، اقدر اني اشتغل كاشير يعني يا جماعة، يعني مثلا على سبيل المثال والله ما ادري دقيقة كيف نشتغل. ثواني، عندنا اكثر من اوردر صح؟ عندنا مثلا اوردر هني نضغط عليه. اوكي، اوه توصيل. كيف فهمت يا جماعه؟ لو مثلا ناقصني شيء اطلب منهم اسوي اوردر، مثلا ناقصنا خس فيوصلون الخس على طول. فحين اروح انا برا المفروض، ايوه هذا راح يجيب لنا الخس. اوكي، هذا شنو بالضبط؟ ايش المنطقه هذه؟ ما علينا، هذا هو الحبيب جاي. طبعا نشيل الخس معانا، نجي ونشيل الخس. شيل اوكي نمسكه. اذا نشيل الخس معانا ونوديه داخل المطعم. فجبنا الخس الحين، وين ودي وين ودي وين ودي، خلنا نجيبه هني. اوكي خلوا حالي هني، هذا الخس تمام. الحين خلنا نتعلم مع بعض كيف نقدر نحن نسوي البرجر بكل بساطه. اوكي، فاول شيء محتاجين ان احنا نجيب لنا صحن. صح، الصحون وين نلاقيهم؟ ثواني افتح. اوه هني اللحم. بسم الله، ايش هذا؟ في فار هني يا اخوان، في فار. زين لازم نجيب الصحن الحين. الصحن الصحن الصحن، من وين نجيب؟ يا اخوان ساعدونا، انا جاي في مطعم مو عارف اشتغل فيه ولا شيء. الصحن الصحون وين؟ انا اضغط هني، اضغط هني، اضغط اضغط، صدقني بيطلع لك صحن، صدقني اضغط. اوكي لا، ما قاعد يطلع لي صحن. المفروض يطلع لي صحن من فوق، بس ما اعرف ليش ما قاعد يطلع. يمكن لانه ما في اي شخص قاعد ياخذ الطلب، فمثلا نجي له هذا. اوكي، او نجي له هذا، وهذا يبي بطاطس بس، يبون بطاطس بس. زين نحرك، ايوه هذا قاعد. جيب 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 جيب. ايش فيه؟ ايش فيه؟ هذا قاعد ياكل من هنا. يا اخوان الفار قاعد ياكل من المكان. لا تسمم يا جماعه، انا متاكد 100% تسمم. عندنا الطلبات فوق، الطلبات فوق، واحنا مو قادرين نحصل حتى اللحم. وين اللحم؟ لا لحم. اوكي لا صح، اللحم هني، لحم هني. انزين شيل اللحم، هذا اللحم نحطه هني تمام. يا اخي اخيرا اخيرا طلع صحن، اخيرا نجيب هذا نخليه. لا تخرب يا كري، يا فار يا فاشل يا كري، تعال يا جماعه الفار قاعد ياكل. تعال تعال، جيب جيب اكلنا يا فاشل. افا يا جماعه مو قادر نلحقه، وين قاعد يروح؟ وين بيروح؟ جيب اغراضنا. ما عليه ما عليه ما عليه، عادي عادي نشيل يا جماعه اغراضنا. خلنا نشيل الحين معانا، شلنا البرجر، خلونا نحطها مره ثانيه، رجعها مكانها قبل لا يرجع لنا الفار. يا الله يا حبيبي روح يا اخوان، احنا شنو مشكلتنا مع الفار يا فار يا خلاص يا الله. دقيقه انا يا جماعه، انا بروح للسوبر ماركت، انا متاكد ان هناك عندهم مبيد حشره، لا مو حشره، خلينا نجيب شيء. المهم خبز برا في الشارع، ايش فيه؟ تعال تعال هني. السلام عليكم يا اخي، عندنا مشكله يا اخي. في فار، في فار. اوه ايش هذا؟ اوه اقدر اشتري قطط. ما عندي فلوس المشكله، اقدر اشتري خبز. جيب جيب جيب. السلام عليكم، اشوفك على خير، اشوفك على خير. ما اخذت الاغراض لا لازم ادفع يا اخي. ايش فيك يا حبيبي؟ انا ابغى اشتغل في المكان بس ما عندي فلوس، بتشغلني ولا لا؟ لا اوكي خلاص. ايش هذا؟ اوه هذا بوشن، هذا بوشن، شو يسوي؟ ما اعرف يا اخي. الفيران مشكلة، من وين طلع الفار هذا؟ يا الله يا فار يا فار، وين بتروح؟ اوه من شنو؟ اوه دقيقة، اوه يا جماعة دخلت تحت الارض. هاي ايش الماب الغريب هذا؟ من شخص راح يسوي برجر الى شخص نازل تحت الارض قاعد يسوي، بيجيب تسمم للناس. ها شنو؟ اجاهز. اوكي اوه اخوان تحولت لفار. هي
وين المطعم؟ هنا هنا المطعم، هنا المطعم، هنا المطعم يا جماعة. السلام عليكم. السلام عليكم. زين خلنا نجي وندخل في الزيت. يا سلام، ادخل. ادخل في الزيت، ادخل في الزيت يا حبيبي. دخلت في الزيت عشان خلاص الأكل ما يستوي. تمام، نجيب اللحمة هاي. السلام عليكم، هلا هلا بالفراء. طبعا ها في حد يبي ياكلني؟ دقيقة دقيقة خلنا نجي. ها دقيقة. نط. اركب، تكفى تكفى، اركب تكفى، اركب تكفى، اركب. ها خذ 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 يا اخي، ايش فيك؟ خذ، انصحك انك تاكلها. زين ما علينا، دقيقة دقيقة خل نروح لصاحب البقالة هذا. ايش وضعه؟ عضه. اوكي ما اقدر عضه. هلو، هذا فرح طبيعي، عينه غريبه، اقدر ادخل هني؟ دقيقه، اوه يعني اخذت الاماكن هذه، دخلت تحت. اوكي 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 اوكي، يمين نرجع. طبعا نرجع من هذا المكان ونشوف نفس. لا اوكي، يعني القطط تذبح الفئران. اوكي، واحنا الحين في مطعم فاشل هني، مو قادرين نسلم ولا طلب. اوكي ما ولا طلب يا الحبيب، ما اقدر اسلمك اي طلب، المكان كله فئران وقطط وفي مشاكل كثيره، ما اعرف ايش راح نسوي صراحه، يعني ما ادري. لو ما اقدر امسك، ما اقدر امسك، لازم اصير قط. ثواني، وين اقدر الاقي مكان القطط؟ اتوقع القطط لهم مكان معين. الحقني، لا تلحقني، فاري الحقني. ما اقدر اروح. تعال تعال تعال. فاري نط. شش فيك يا، ثواني ثواني ثواني، انا بس اعرف المكان اللي فيه القطط. ابي قطه، انا ابي قطه عشان اذبح كل الفئران. ثواني، وين القطط؟ القطط القطط القطط، يمكن هني. إيه؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ ثواني، خليك خليك خليك. ايوه، ما صار شيء، ما قاعد يصير شيء في باب هني، بس ما نقدر نسوي ولا شيء. كيف اتحول لقطه يا اخي؟ ابغى اتحول لقطه. ركب 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 ركب. اوكي ركبت فوق، اقدر اراقب المطعم كامل من فوق. الفار يركب؟ اتوقع الفار ما يمني يركب من هذا المكان. زين خلونا نحاول نحن نروح مثلا. لا طحت، كنت ابغى اشوف المكان هذا شو وضعه. للاسف يا جماعه هذا اللي صار معانا، للاسف ما قدرت اتحول لقطه لكن تحولنا لفار. اتمنى عجبكم المقطع، كلكم ضغطوا زر لايك واشتركوا في القناه، نشوفكم على خير باذن الله في مقاطع اخرى، مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.